بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي. اليوم انا رجعنا لكم في فيديو جديد على قناتكم في اليوتيوب اتش تي ستور. سمحوا لنا على الغيبه هذه. اليوم انا رجعنا مع التحديثات الجديده تاع شركه اطلس والاجهزه تاعها اللي خرجوا ريسامو. عندنا هي على كل حال كاين ثلاث تحديثات جديده، كاين تاع الاطلس فونيكس والدراغون والايجل. حنا راح نحكيوا اليوم على الزوج هذو، راح نحكي لكم واش زادوا فيهم ونبين لكم ثاني كيفاش ديروا التحديث. بعد الخطره اللي فات كان كاين مشاكل، الناس ما عرفوش يديروا التحديث. بون، عندنا في الاطلس دراغون راه كاين تحديث جديد، زادوا فيه 3 شهور اوركا ونحاو الشهر تاع 3 شهور اللي كانت لايت اي بي تي في، رجعوها شهر فقط. نفس الشيء بالنسبه للفونيكس، وبعد التحديثات في السيستم باش يولي خفيف. دوكا خاوتي نركبوهم ونوريكم كيفاش يتحدث. راه عندنا الديسكودير فيه كامل التحديثات، نوريكم كيفاش يتحدث ونرجع لكم. انا عاود نرجعنا لكم خاوتي. هاوليك الجهاز راه مركب الاطلس دراغون، هذا الديسكودير اللي فيه التحديثات. انا راح ندخلو نوريكم كيفاش التحديث. حاجه الاولى راح نديرو المينيو، راح نجيو لهنا بارامتر ولا ريغلاج. اوكي ريغلاج، نروحو لهنا وين كاين ميزاجور. من بعد كنروحو وين كاين ميزاجور USB. اوكي ندخلو في الاطلس، هاوليك التحديث تاع الاطلس الدراغون. ندخلو لهنا ونخلوه يتحدث. دركا غير يتحدث، نعاودو نرجعو لخاوتي. فوالا خاوتي، هذا بعد التحديث واش راح نحكيو عليه. بون، الجهاز هذا حنا عارفين عليه بلي فيه 12 شهر سيرفر فانيلا، وفيه 18 شهر سيرفر ريفاج اي بي تي في، وفيه 3 شهور لينكس، وفيه 3 شهور لايت. الحاجه الجديده اللي جابوها في الميزاج الجديد سيكون حاول هذيك 3 شهور لايت داروا فيها شهر لايت فقط، وزادوا داروا اي بي تي في واحد اخر مجاني اللي هو الاوركا اي بي تي في. وبقى لكم الريفاج كما راكم تشوفوا لمده 18 شهر. راح ندخلوا خاوتي كيما قلنا لكم بلي فيه الريفاج 18 شهر، فيه لينكس 3 شهور، فيه الاوركا 3 شهور، وفيه لايت اي بي تي في شهر واحد، وفيه سيرفر الفانيلا ولا فونيكس مده سنه. بون، راح نوريكم بعض الخصائص اللي كاينه، ومن بينها كيفاش نديرو نحدثو الباتش. بون، انا راني محدثو، هو كيفاش يتحدث الباتش. تضغطوا على هذا 88 99 هنا دوكا انيبل اي مغلوب. نعاودو ندخلو هنا نلقاو بلي هنايا خرجت لنا خانة تاع السيرفر اللي هو الفونيكس كيما راكم تشوفوا. من بعد ديرو كونيكت بالخضر، ولا كي غير تكونيكتيو بالانترنت راح يتكونيكتيو عنده، فيه مدة 12 شهر. حاجة واحدة أخرى، فيه كامل لي زابليكاسيون كيما راكم تشوفوا، أمريك ريفانج جي بي تي في، ريفانج فود، وريفانج سيريك. هذه الحاجة اللي تميز الريفانج. بالنسبة بحاجة واحدة أخرى، الجهاز راه متوفر، السعر تاعو راه يدير 590 ألف، وشركة راه بدات تطلق له في التحديثات وتحسن فيه، تسمى حاجة مليحة. راح نديرو لكم ملف قنوات أيضا مرتب، وفيه نيسات أسترا وهوت بيرد مرتبين القنوات، وراح نحطهم لكم مع التحديث أسفل الفيديو. واللي عنده أي استفسار يتواصل معنا، ولا صادفوا أي مشكل رانا راح نحاولوا نحلوا حنا، ولا تواصلوا مع شركة ونجيب لكم الحل لهذه الاجهزه سواء في الدراغون ولا في الفونيكس. دونك اليوم احنا في الفيديو هذا درنا لكم تحديث فيما يخص الدراغون، رانا في نفس التحديث اللي كاينه في الفونيكس، نفس الخطوات، نفس راح نحط لكم غير رابط فقط، يعني نفس الخطوات نفس التحديث، وانتم عاودوا باش ديروا. هكذا خالتي واش نقول لكم، تهلاو في روحكم، ما تنساوش ديروا معجب للفيديو باش يطلع لاكبر عدد من الناس، وسلام.